الفل ومعاه عودين ياسمين. النهارده قررنا نعمل كده هو حلقه عن ايه اللي بناكله في الموسم وايه هو الموسم. الموسم هو اللي كل المصريين دايما بيعملوه زي في نص رجب ونص شعبان وفي عاشوره وفي اول يوم رمضان وفي المولد النبوي. دايما بنعمل اكل لازم ناكل زفر. فايه اكتر زفر احنا متعودين عليه ناكله في مصر؟ اول حاجه عاده بيبقى البط. فالنهارده عامله لكم بطه بالطريقه المصري السهله جدا اللي ما فيهاش اي مشكله. للي مش من مصر، للي خارج مصر وعايزين يعرفوا المصريين بياكلوا ايه في الاعياد او في المواسم، اهو هنقول لكم. النهارده الاكله كلها او الحلقه كلها عباره عن الاكل الفستيف او الاكل بتاع الاعياد والاكل بتاع الاحتفالات. عندنا بطه زي ما انتم شايفين حلوه وجميله اهي، بطايه جميله. وبعدين عندي كرفس وبصل، وعندي ورق لوري وحبهان وقرنفل وفلفل حب وقرفة ومستكة. كل الحاجات دي زي ما انتوا شايفين هنحطها علشان نعمل شوربة بط حلوة. ومناسبة شوربة البط، كنت زمان خالص او ما بدأت اعمل حكاية برامج الاكل دي، واحدة مرة كلمتني على الهوا، كنت بعمل برامج هوا، وبتسألني انا عندي شوربة بط اعمل بيها ايه. وانا طبعا بصراحة ما كنتش بحب شوربة البط اساسا، ما كنتش بحب البط زمان خالص. قلت لها ايه ده على الهوا بتقولي شوربه بط؟ يا تخيلوا واحده بتعمل اكل تقول كده لحد بيكلمها وتقول لها اعمل ايه في شوربه بط. المهم من ساعتها طبعا كل الناس يقولي اللي انت قلتيه ده وما كانش ينفع تقولي وكده. بس فعلا ما كنتش بحب ولا فكره البط اساسا، بس طلع ان هو من اكتر اللحم اللي ليه طعم حلو وليه مذاق تاني خالص، خصوصا بقى في اعيادنا وفي مواسمنا. طبعا احنا دلوقتي بقى متعودين ناكل البط الاورانج بالبرتقال ومش عارفه ايه. لا ده بقى بطنا البط الحقيقي اللي هنعمله بقى بالسمنه، هنحط له سمنه وصلصه ونحطه في الفرن، عارفين الحاجات دي، وهنسلقه ومش هنحشي اي حاجه. هو بالظبط كده اهو زي ما انا بوريه لكم كده اهو، للقرفه والمستكه. بس ريحه التوابل بس وهي بتغلي كده لوحدها تفتح النفس. نحط اخر ورقه ليا. مش هحط فيه جزر، هحط فيه كرفس لان بيعمل ريحه حلوه قوي برده وبيشيل اي ريحه زفاره. عندنا بصلايه. كل اللي هيحصل بس ان انا من هنا بس عشان يطلع لي الريحه بتاعه البصل فيها. ونجيب البطايه. بتاخد وقت قد ايه البطايه؟ بتاخد شويه وقت، نقول مثلا ساعة ونص عشان عايزاها تبقى حلوة ومستوية مظبوط. وندخلها كده اهو، يا سلام. ومش هحط لها الملح دلوقتي، هحط لها الملح لما تطلع. البط بقى ازاي تعمل اهم حاجة فيه غسيله. نحطها في ملح وخل ونسيبها في التلاجة تقريبا لمدة ساعتين تلاتة اربعة، فخل وملح بس. او ما بتطلع وتشطفوها تبقى زي الفل، لان برضو فكرة البط بالظبط زي الفراخ، لو البطة مش مغسولة حلو انسى بقى كل الحاجات الحلوة اللي احنا عايزين بنقولها ونقول كده الموسم كده اتضرب، مش هيبقى عندنا اي حاجة نحتفل بيها. فاحنا كده طبعا علشان الوقت مش هنسيبكو ساعة ونص. عندنا بطة احنا سلقناها جاهزة اهي، هجيب شوية ملح، عندي هنا سمنة وصلصة والصينيه اللي هتدخل الفرن. ونجيب بوله، والبوله دي هحط فيها معلقه سمنه كده لطيفه ظريفه اوكي، ومعلقتين صلصه، احط فلفل اسود واحط ملح. والحاجات دي كده كلها
انا عارفه ان البط اساسا سمين واساسا فيه فاتس كتير، وحتى لو حطيناه طبعا بالطريقه الخواجاتي، لو حطينا شويه صوص عصاص وشويه عسل ودخلناها هتطلع حلوه، بس دي مش تبقى الطريقه المصري. هي دي الطريقه المصري اللي اجدادنا من ايام الفراعنه كانوا بيعملوها، واحنا احتفالاتنا من زمان حتى من ايام الفراعنه الدواجن عندنا كان اساسها الوز والبط، فطول عمرنا دي حاجه مصري اصيله، ما هياش حاجه جديده علينا. يعني ناخد كده البطايه، ناخد ده كده ونعمل طبعا هتنزل دهن كتير جدا، والسمنه دي هتديها لون حلو قوي وقرمشه وريحه حلوه، عشان كده انا حاطه الورق الزبده ده عشان ياخد كل الحاجات دي، وغسيل الحاجات بعد كده يبقى سهل. انتوا عارفين دايما فكره ان احنا نطبخ الحاجه سهل، انما ما بعد الطبيخ هو اللي دايما بيبقى مشكله عندنا كستات يعني، الا طبعا لو عندنا الهلبس بقى المساعدين، كانوا ولادنا او كانوا ناس بيساعدونا في البيت. يا سلام. فالبط بقى الشوربه بتاعته دي ايه اللي بيتعمل بيها؟ تفتكروا ايه اللي بيتعمل دايما بشوربه البط؟ بدل ما الست تكلمني واقول لها يا لا، شوربه البط يتعمل بيها احلى كشك ويتعمل بيها احلى صينيه رقاق. ف هنعمل بقى، هنعمل مع البطايه الحلوه دي شويه رقاق هيعجبوكم بطريقه شويه مختلفه في الحشوه. برضه هو عصاجه كل حاجه، بس هنتكلم عليها بقى في وقتها. فاتحين الفرن على 180، هندخل البطايه بتاعتنا تتحمص او تتحمر في الفرن. وبكده الجزء الاولاني بتاعنا بتاع الحلقه بتاعتنا دلوقتي خلص. استنوني على الفقره الثانيه مع شويه رقاق هيعجبكم جدا. شوفوا بعد الفاصل. اهلا بيكم معانا مره تانية في حلقه الموسم. في الموسم طبعا قلنا شوربه بط فلازم يمشي معاها الرقاق. ايه فكره الرقاق بقى ولا حكايه الرقاق؟ الرقاق ده كنا بس بناكله في ايام الاعياد، ده من ايام اجدادنا المصريين القدماء يعني الفراعنه، كانوا بيلموا الدقيق من كل البيوت ويروحوا يودوه لفرن بلدي او الفرن بتاع القريه، وبعدين يجوا يوزعوه عليهم كلهم. ما كانش بيتاكل بقى محشي باي حاجه، احنا اللي عملنا بقى الاختراعات دي مع مر السنين، بس فضلنا ماسكين في حكايه ان الرقاق دايما بيكون مع اي عيد احنا بنحتفل بيه. ماشي، طبعا في العيد الكبير طبعا لازم برضو حلقه الرقاق وبتاع. الرقاق طبعا كل ستات مصر بيعرفوا يعملوه. الفكره بقى دي هي فكره امي، ان دايما الرقاق لما بنيجي نقطعه بنلاقي ان اللحمه المفرومه بتجري كده فيه، فاللي انا هعمله النهارده هخلي اللحمه تمسك مع الرقاقه وهتحسوا ان هو عامل زي الفطير. شوفوا الحكايه ايه. اول حاجه هقول لكم عليها المقادير، هي عباره عن لحمه مفرومه طبعا، بصله مفرومه، عندنا طماطم، عندنا سمنه كله النهارده بالسمنه، عندي شويه لبن وجوز الطيب، وزي ما انتم شايفين انا حاطه دقيق وهمسه او شعره نعناع طبعا، وملح وفلفل والكلام ده كله. ايه بقى الحكايه؟ نبتديها على طول، هنعصج، حط حته سمنه كده حلوه. لا دي كتير قوي، انا ما بحبش السمن كتير، معلش يا جماعه، فان النهارده انا بس بطبخ بسمن. وبعدين على طول البصله، هو زي عصجنا اللي احنا متعودين عليه، هو فعلا ريحه السمنه يا جماعه مع البصل بيبقى لطيف، يعني مع تشويح الحاجه كده زي ما بيقول. وهناخد اللحمه، ننزل كده باللحمه
ونعصجها. اول ما بس تبتدي ايه تاخدي بس ايه اللحمه تتشوح، ولغايه لما تاخد لون على الوش ده وتنزل ميتها. بصي عايزه اعلي شويه هنا. هاخد الطماطم وهقطعها مربعات صغيرة. انا هاخد اخرى. انا بعمل كده ليه؟ عشان مش عايزة كل الصوص بتاع الطماطم يجي يعني انتقلها لي. طبعا ده يبقى حلو قوي مع الشوربة، يبقى حلو قوي مع اي حاجة تانية، بس انا مش عايزة يدخل لي على اللحمه دلوقتي. وهنعملها مربعات صغيره. في ناس يحبوا بقى الرقاق طري، وفي ناس يحبوا يبقى مقرمش زي من بره وطري من جوه، وفي ناس يحبوا طري من كل حته بقى، يعني عارفين اللي بيحطوا فيه شوربه في الاخر ده. انا الرقاق اللي بحبه بحبه يبقى ايه مقرمش كده، ومن جوه طبعا طريان مهم. وزي ما اتفقنا هو عندي الشوربه بتاعت البطه اللي هي عندي في الفرن دلوقتي. عايزين نروح نبص اخبار البطايه ايه كمان اللي في الفرن. بس اقطع الطماطميات دول هو ده كله هيدخل على عموم على اللحمه. ودي كمان لطيف قوي كده، هنحط دول كلهم كده. عظيم. اروح كده بقى ابص على اللحمه اخبارها ايه. حلوه قوي. انا اخر حاجه هحطها هتبقى اللحمه ان شاء الله، اللحمه الطماطم اهو. نعدي بقى شويه النار عشان نخلص الحكايه بسرعه، ونبص بصه على البطه. شايفين اللون بقى حلو ازاي، وكم الدهن اللي عماله بتنزله بقى من السمنه اللي فيها ودهن البطه نفسها. هنستنى عليها كده لغايه لما تاخد اللون المظبوط، ونرجع تاني هنا. كل واحد بيحب يعمل طعم العصاج بتاعه ازاي، زي ما اتفقنا قبل كده اللي يحب يحط جوز الطيب، واللي يحب يحط بهارات، واللي يحب يحط قرفه. كل واحد وذوقه في الاكل، ما هو الاكل اذواق زي كل حاجه في الدنيا. وما ينفعش كل حد يعجب كل حد في الدنيا، وما ينفعش كل اكله تعجب كل الناس في الدنيا. عشان كده ربنا خلقنا باذواق مختلفه وطبقات مختلفه. نعمل كده، حط دلوقتي شوية فلفل اسود، حط شوية ملح، ونقلب. شايفين في تحت عندي ايه شوية المية بتاعت اللحمة. اللي هيحصل بقى دلوقتي احنا هادي كده، قبل ما اعمل العملة دي احط شوية جوز الطيب لازم اشم. قلب قلب قلب. وزي ما قلت لكم الحكاية اللي بتخلي الدنيا مختلفة هنا شوية ان انا بزود شوية دقيق على اللحم.
ليه بزود دقيق على اللحمة هتفهموا دلوقتي. وهياخد كده اهو تشويحة مع اللحمة كلها. لما نحط الدقيق ونتأكد انه اخد تشويحة معاه هننزل بقى ايه بشوية لبن صغيرين. ولو تعرفوا ان الراجو او اللحمة البولونيز اللي احنا بنعملها دايما دي بتاع اللحمة المفرومة اللي بنعملها للمكرونة، عادة لما نيجي نسويها لازم نسويها بشوية لبن. ليه؟ اللبن بيعمل فرق جامد جدا 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 في تسوية اللحمة، بيطلع فيها كده اهو احلى ما فيها وبيطريها، وطبعا قيمة غذائية اكتر. فشايفين بالاسلوب ده كأن بقى فيها بشاميل هتمسك. لما اجي احطها بقى دلوقتي احط الرق ده في وسط الرقاقات بتاعتنا، لما نيجي نقطعها مش هلاقي بقى اللحمة بتجري مني، لا هلاقيها ايه كلها مع بعض. نزل الطماطم زي ما قلتلكوا، الطماطم تبقى اخر حاجة. يا سلام. والحاجة اللي احنا بنحبها عندنا في العيلة جدا 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 هي شوية النعناع، دول بيعملوا فرق جامد جدا. بتاكلوا رقاق حلو وبتقولوا هو في ايه مختلف، هو ده بقى اللي هيبقى مختلف. اوكي، وخلاص وخلصنا كده. كده اللحمة المفرومة بتاعتنا او العصاج بتاعنا خلص. هطلع فاصل وارجع لكم نبتدي بقى ايه نحط رقاقات فوق بعض. اوكي، اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مرة تانية. خلاص عملنا العصاق بتاع الرقاق، ودلوقتي كل اللي علينا ان احنا نخلي الرقاق ايه يبقى جاهز. ايه اللي احنا محتاجينه عشان الرقاق يبقى جاهز؟ اول حاجة عايزين صينيتين. انا هقول لكم هو عايز شوية زروطة كده، بس ايه خلونا نحط المقادير دي الناحية دي ونبتدي نشتغل بقى ايه شوية شوية. ايه اللي احنا بقى محتاجينه؟ اول حاجة الشوربة بتاعت البط. احنا كل الاكل النهاردة معمول على البيز او على اساس شوربة البط، وهو ده الطريقة اللي احنا بنحتفل بيها. فشوربة البط عندي اهي، شايفين طبعا عشان كان فيها قرنفل وكده فواخده لون شويه غامق. عندي خليني بس استعمل دي، هسخن دي بس شويه على النار. ليه؟ لان انا هحط حته سمنه. ما بقول لكم بقى هو ايه موسم، كل سنه وانتم طيبين. مش بناكل بط كل يوم، مش بناكل السمنه كل يوم. اهو مش سمنه كتير بس تسيح. بس بصراحه بيدي طعمه للاكل تانية خالص. ناخد الحلة بتاعتنا كده، خلاص كله ساح. نجيبه هنا بقى، عندنا الورق بتاعنا بتاع الرقاق. كل اللي هنعمله ان احنا هناخد بس اول واحدة بالذات، احنا هنحطها مش هن بصوا زي ما انا بعمل كده كده اهو. ودي هخليها فوق، المبلولة فوق والناشفة تحت. اوكي، واللي بعديها وطبعا لو عايزين تحطوا سمنه افري ناو اند ذن ممكن كل حتتين احط حته سمنه. انا بس هعمله كده شويه وهاخد حته سمنه صغيره وهسيحها بصراحه في الشوربه اللي عندي هنا برده عشان ما استعملش سمنه كتير. اوكي، اهي الشوربه عندي هنا سخنه، ممكن استعمل بقى من الشوربه دي ذاتها بسيط قوي كده.
تقريبا بيبقوا 8 رقات والعصاج، وبعدين الايه 8 رقات كمان كده اهو. حلو قوي. وناخد شويه من الشوربه اللي احنا نزلناها دي الحلوه دي، مفيش نازل منها كتير، مش مشكله. اوبس، نقوم حاطين دي كده وواحده كمان. بس هنضغط بقى، هنجيب بقى العصاج بتاعنا وهنملى بيه. شوفوا بقى هو ماسك ازاي مع بعضه، مش هحط كل الكميه لان زي ما انتم شايفين الرقاق عندي صغير. لو كان طبعا صينيه اكبر ورقاق اكبر كانت الحكايه هتختلف. فاحنا ايه اللي مختلف عندنا بقى في العصاج ده؟ زي ما اتفقنا لما عملناه في الفاصل اللي فات، ان احنا حطينا له شويه دقيق ولبن وطماطم واخر حاجه نعناع. اوكي، ناخد بس المعلقه دي ونعملها بالمعلقه. حلو الكلام، سهل وظريف. ناخد الشويه دول بقى عشان حرام كمان. عظيم جدا. ودلوقتي نبتدي بقى نعمل بقيه الرقاق. نحطها كده واختها كده. ونحط حتة سمنة لو عايزين زي ما اتفقنا، حط حتة سمنة صغيرة كده، مش هتقول لأ في النص، هتدينا كده طعم ظريف ولطيف. و الناحيتين ونضغط سنه كده بس عشان ايه نضمن ان الحاجات كلها تدخل في بعض. واخر رقاقية هنعملها زي اول رقاقية. ولا اقول لكم انا هعملها من ناحيتين علشان ايه الدنيا تبقى ايه حلوه وظريفه. وكده ونكبس نكبس 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 جامد جامد. وبعدين حط شويه شوربه صغيرين جدا 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 وخلاص، وهندخله الفرن تحت خالص ونسيبه. وشايفين البطايه عامله ازاي جميله وحلوه. دلوقتي نسيب بقى الفرن وشويه الشوربه دول، طبعا مش هنرميهم، خلينا نعملهم بعدين بعد الفاصل. ودلوقتي نبتدي بقى نشتغل فتالت أكلة عندنا عاملينها بالشوربة البط، ألا وهي الكشك. طبعا في الكشك الصعيدي، مش ناس كتير جدا بيحبوه وناس كتير جدا ما يعرفوهوش، وناس جربوه. يعني أنا جربته بكذا طريقة، عجبني بس مش قوي، في ريحة كده ما اتبسطتش منها، بس طعمه حلو برضه. بتاعنا كشكنا يعني، أكلتنا مصري جدا. فايه اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي؟ هنعمل الكشك العادي اللي هو بالزبادي او البصله والدقيق. هنشوف، انا خلاص قلت لكم كده الانجريدينتس، زبادي ودقيق وبصله وسمنه برضو. ناخد كده معلقه، ناخد شويه سمنه، هناخدها شويه زياده المره دي. ليه؟ عشان هحمر فيها البصل. كل البصل ده هنجيب بصل ونقطعه كده بالطريقه دي، خليه هنا جنبي. اول ما السمنه بتقدح
نحط البصل ونحمره لغاية لما لونه يبقى ذهبي. لغاية لما ياخد اللون الذهبي اطلع فاصل ونرجع نكمله مع بعض. اوكي مش هكون بعد الفاصل. اهلا بيكم معايا مرة تانية. زي ما انتوا شايفين قاعدة لسه بحمر في البصل. وكنت عايزه احكي لكم شويه على فكره الكشك، ان الكشك فيه طبعا ناس كتير جدا بيعملوه، اللي هو الكشك القهراوي بتاعنا او الناس، مش اللي هو الصعيدي، اللي هو دقيق مينلي، يعني اساسا دقيق وزبادي. ففي ناس بيحطوا دقيق في الزبادي ويسيبوه يخمر وكده. الطريقه دي حلوه جدا، وجربتها مره وطلعت تجنن، ومرتين طلعت حلوه قوي. بس الطريقه دي برضو مختلفه. عايزه بس ايه، الواحد يبقى شهل كده شويه وهو بيعملها. اللي عايزاكم تبقوا محضرينه معاكم مصفه زي دي. شايفين ليه مصفه زي دي؟ هقول لكم دلوقتي ليه مصفه زي دي. البصله بتاعتنا انا مش عايزاها تبقى محروقه قوي، فانا هاخد نص البصل ده، ممكن نديله، انا عايزاه كله يبقى ذهبي. احنا خلاص قربنا خالص خالص خالص، مش عايزاه ياخد يتحرق. نص البصل هشيله او ربعه، لان هو ده اللي انا هحطه على الوش، والباقي هعمل فيه، هتشوفوا هعمل فيه ايه. اهو قربنا خلاص. طبعا ده اللي زي ما بنسميه الورد او بنسميه البصل المحمر، احنا معروفين جدا احنا والهند بطريقه البصل ده. طبعا دلوقتي يعمل لنا الانيون مارمليد او سلطه البصل بيه، حلو قوي. يعني اي بصل الواحد بيحمره كده يعمل بيه الانيون سوب او حاجه، بيبقى حاجه في منتهى الروعه. فالمهم احنا هنوصل الى هذه المرحله، هاخد شويه المحمصين قوي دول اللي انا عايزاهم يتحمصوا سنه زياده. وانا في الفاصل قلبت البط. دي حاجه لازم تعملوها، لان دايما عندنا الفرن بيبقى سخن في حته وبارد في حته، ففي حاجات بتاخد لون اكتر من التاني، فايه خلوا بالكم من الحكايه دي. انا هسيب دول بقى كده اللي على جنب، ودول هشيلهم ناخدهم ياخدوا لون كمان، ياخدوا شويه لون كمان. دول كده حلوين. لطيف قوي كده الكلام ده. هناخد شويه بصل كده، ده اللي هحطه على الوش. ودلوقتي اللي هعمله هخلي شويه البصل دول، بس انا عامله تقريبا طبق فمش محتاجه كتير كده. هحط حته سمنه صغيره كمان، صغيرونه جدا من المنظر ده، معلقتين دقيق ومع السمنة والبصل. شفتوا؟ فاكرين اللي انا قلت لكم عليه احنا محتاجينها تبقى معانا، اللي هي ايه؟ المصفى. ليه بقى المصفى دلوقتي؟ هوريكم ليه المصفى. غالبا احنا عايزين، انا دايما بخيلة في السمنة، مش ممكن. دايما امي تقول لي انت ما بتستعمليش سمنة ابدا، الاكل من غير سمنة ما يبقالوش طعم. فلا، يا سلام، اهو السمنة اهو. موسم بقى، خلي الناس تنبسط. بس السمن ياخد الدقيق بس يتحمر كده مع البصل. هجيب الزبادي وهحطه كده على طول في المصفى، ومن المصفى هاخد كوبايه دقيق واقلب بسرعه
زي ما قلت لكم هي بتبقى حاجه غلبه شويه بس طعمها بيبقى هايل. وهنا انزل انزل وانزل تحت اقلب اقلب، مش قادره اقول لكم طعمه بيبقى حلو قد ايه. وهنا نقلب 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 برده، وننزل هنا برده وناخد كوبايه تانيه من شوربتنا بتاعه البط دي ونحطها على الزبادي. قلب قلب قلب، اوبس دي عايزه معلقه اصغر من دي شويه. هنا لغايه لما كل الزبادي بتاعنا هنقعد بقى نقلب في الدقيق بتاعنا والزبادي والشوربه الى ان ايه، الى ان بيصبح كده حاجه عامل زي عارفين اللي هما بيقولوه كشك المز. يعني ايه كشك المز؟ يعني بيبقى زي الالمزيه. ايه هي بقى الالمزيه دي؟ طول عمري نفسي كنت ادوقها. واحط وخلاص كده خلصنا كل اللي احنا عايزينه من ده، ونبتدي بقى نقلب هنا شويه شويه. وعندي انا ده احسن حاجه الواحد يقلب بيها عشان ما يبقاش في عندنا في الجناب اي حاجه هيكلكيه. وانا اخذ نقلب ونقلب زي ما انتم شايفين انا حملت جواه البصل، فهيبقى فيه سويتنس كده وسكران يجنن، يبقى مسكر. نقعد نقلب فيه لغايه لما يتقل. جربوا الطريقه دي مش هتتضايقوا منها ابدا. وازاي الواحد يعرف الحاجه استوت؟ لما يبقى بيعمل حاجه فيها كريم او بشاميل او كده، هوريكم دلوقتي. اول بس ما يتقل معايا، بس عايزه اوطي هنا شويه السمك. عامل ازاي؟ شايفين لسه كده ما استواش. ليه؟ لان انا عايزه لما اجي ارفعه وانزله ما يعمليش تك تك تك، لا يبقى عايزاه كله يبقى نازل خط واحد كده، نعرف ان هو مظبوط مفيش اي كلاكيه فيه، ودي حاجة مهمة جدا. ونستنى كده عليه لغاية لما يستوي شوية شوية. اوكي عايزة بس اشوف ملحه مظبوط زي ما انتم شايفين انا ما حطيتلوش اي ملح، انا كنت معتمدة على الملح بتاع الشوربة. لو محتاجين ملح هو ده وقتنا ان احنا نحطه. حط معلقه ملح كده بسيطه. نفضل بقى هنا اخذ نقلب ونقلب برده. لونه ذهبي مش ابيض ابيض. نشوف بقى فكرتنا دلوقتي بتاعه اللي احنا لما نرفعه. اوه قربنا. هو بس غلبته ان الواحد هيقعد يقلب شويه كده كتير لغايه لما يستوي. والسوا بتاعكم قلت لكم ازاي الواحد بيعرفه من سمكه ومن الطريقه بتاعته هو نفسه في ال اهو. بس قرب اهو يدينا الخط اللي انا عايزه اللي بقول لكم عليه، ما يبقاش نازل لي مقطع كده، لا يبقى نازل زي العسل. عارفين العسل الابيض او العسل الاسود لما بنرفعه كده بيفضل نازل في خط مستقيم، هو ده اللي احنا عايزينه منه. طريقتنا النهارده كانت مختلفه للكشك، ان شاء الله تعجبكم. البطه عندنا جهزت خلاص، بس اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اسيبها واروح ولا افضل اعمل في الكشك عشان ما يكلكعش؟ خليك كشك، خليها تتحمص اكتر شويه زياده. بص بصه كده، بصوا لي كده يا جماعه. هي عايزه تطلع بقى خلاص طبعا.
خلاص احنا وصلنا تقريبا للي ما مظبوط. ومش عايزاه يبقى تقيل، الكشك لما بيبقى جامد بيبقاش حلو، لازم يبقى ايه بيطلع كده معاكم، بنقول المزيه اهو. بدأنا بياخد تقريبا يا جماعه 20 دقيقه تقليب. طب اديني انا قلت لكم اللي هو عايز 20 دقيقه تقليب. لو انتوا كنتوا معزومين عندي كنت هخليه مظبوط جدا. لا بس هخليه برضو مظبوط. احنا خلاص وصلنا تقريبا ايوه شايفين بدا ينزل ازاي كده، بيرفكت هيل. احنا كده تقريبا خلاص خلصنا، نشيله كده من على النار. نجيب بقى اول حاجه اعملها اطلع البطايه. يا سلام شايفين اللون وجماله، واحنا محضرين لها بقى الطبق بتاعها اللي اتحط فيه عندنا. شايفين كم الدهن اللي نزل منها غير طبيعي. طبعا زي ما اتفقنا ان العين بتاكل قبل الفم اهو. بطتنا النهارده قوية جدا. شايفين هي يعني عايزه حد ياكلها. يلا بتقولوا تعالوا كلوني. دي البطه بتاعتنا و انا كنت عامله واحد تاني. وده الرقاق بتاعنا. واخر حاجه عملناها النهارده نقلب قلب قلب كلف كمان مره الكشك بتاعنا اللي معمول بطريقه مختلفه. النهارده عملنا ثلاث حاجات، منهم حاجتين مختلفين شويه عن بقيه الناس اللي بياكلوها، بس صدقوني هتعجبكم جدا طعمها. الكشك وال عصاج بتاع الرقاق ويجعله عامر دايما، مش بيقول برضو كده يجعله عامر، وكل سنة واحنا طيبين وكل موسم واحنا بناكل حاجات حلوة كده. في نازل مظبوط ازاي، بس نحط شوية دول كده على الوش. وننضفه وخلاص. وبكده اعيد لكم بقى الحاجه تاني اللي حصل فيها. المختلف هنا عندنا في العصاج اللي هو اللبن والدقيق والطماطم وشويه النعناع في العصاج بتاع ده، واحنا عارفين ازاي نعمل ده الرواق رقه ورقه ورقه وقرت اربعه واربعه. وتاني حاجه البطه كل اللي عملناه فيها ان احنا حطيناها سلقناها بكل السبايسز اللي عندنا من حبهان وقرنفل وفلفل حب والكلام ده. زي ما انتم شايفين الكشك عندنا برده مختلف ولونه كمان مختلف من لون شوربه البطه زي ما انت قلت لكم، زي ما انا قلت لكم ليه احنا حاطين قرفه وقرنفل والحاجات دي كلها بتدي لون، بس بتدي طعامه تانية خالص. فتقعدوا بالعافيه والف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من بالهنا واماني ربح.
موسيقى.